قل ما هي وسائل الثبات على طلب العلم؟ طلب العلم عبادة عظيمة النفع، تؤجر بمجرد جلستك في جلسة العلم أو قراءتك لكتاب العلم أو استماعك للعلم، وحينئذ من استحضر الأجر والثواب الذي ينتفع به العبد يوم لقائه لرب العزة والجلال كان هذا من أسباب ثباته في طلب العلم. بعض الناس يطلب العلم ليشار إليه في الدنيا فيكون طلبه للعلم رياء، وبالتالي لا يثبت في طلب العلم. وهكذا بعض الناس يستعجل النتائج، يريد أن ينصب وأن يرفع وأن يسأل، فيكون هذا من أسباب عدم ثباته في طلب العلم. والثبات على الحق ومنه طلب العلم منه من رب العزة والجلال. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت منطلق شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فإن شهادة التوحيد تجعل العبد يتعلق قلبه برب العزة والجلال، وبالتالي يكون مستمرا في طريق الطاعة والخير والهدى.